ربما يكون عندنا جزء من الإشكالات الداخلية أن إرث الاستعمار الغربي في عالمنا العربي ساهم في أن تقوم كل دولة ببناء ذاتها بشكل منفرد، ما أدى بعد مضي عقود إلى زيادة الفجوة بين الدول العربية وبالتالي زيادة الاختلافات بين طبيعة الأنظمة وطبيعة الثقافات التي تغرسها بعض الأحيان الأنظمة أو الإعلام. النقطة الثالثة والأخيرة في موضوع الانقسامات استثمار واستغلال حالات الإعلام والتشويش والاتهامات المتبادلة التي تجعل الناس يكيلون الاتهامات لبعضهم على الشاشات وفي الفضاء دون أن يجلسوا مع بعضهم، فربما تكون الحوارات والجلوس على طاولة الحوار والصراحة والشفافية مدخل مهم للحديث عن العلاقات العربية البينية في سبيل تبادل وجهات النظر وفي سبيل تقريب المواقف بناء على وجهات نظر على القواسم المشتركة.